هاي صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم اليوم؟ حقضي انا وياكم هذا اليوم، او مو اليوم، امبارح، يعني اليوم الجمعه. انتوا حتشوفوا هذا الفيديو اليوم الجمعه. انا قضيت يوم الخميس معكم، وقضيت شوي من يوم الجمعه، يعني هلا قبل ما اطلع من البيت عملت هيك انا وياكم هذا اللوك. المهم يلي حابب يشوف شو عملنا وشو المفاجاه اللي حاعملكم اياها بتغيير اللوك تبعي. طبعا بهذا الفيديو ما بهذه اللقطه ما حيبين معكم، كملوا الفيديو للاخير. بس قبل ما بلش بالفيديو مثل العاده لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناه اللي هو الزر الاحمر تحت الفيديو، وعملوا لايك للفيديو، وعملوا له شير اذا حبيتوا، وكمان لا تنسوا تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، حيكونوا باخر الفيديو تحت بصندوق الوصف. يلا خلونا نبلش يومنا. يا صباح الخير. طبعا انا اليوم الخميس فايقه كثير متاخره، المفروض كان في ابكر لانه اليوم اول يوم بالجامعه وهيك ودراسه. شوفوا الجو شو حلو، الجو كثير كثير رائع. هلا شو بس شوي زياده، بس بضل الجو عن جد كثير حلو. فهلا بس هيك عم ساوي فنجان قهوه، انا بحب كثير اشرب قهوه عربي الصبح. طبعا حتسالوني وهي روكسي. طبعا الصبح بيكون كتير ضايق خلقها لانه طول الليل قاعده لحالها، فبتستوحش يعني ما بتحب تقعد لحالها ابدا ابدا. ما بعرف مين مطلع على برا، بس كمان بتتضايق اذا قعدت برا لحالها، بتحب القعده مع الجمعه. فهي روكسي اللي ما كتير بتطلع معي على القناه. لزه. وهلا بتكون غلت المي، فبرجع بساوي القهوة لأنه القهوة هيك لازم تمخمخوا فيها وانتو عم تساووا. عرفتوا؟ ما بعرف إذا انتو مثلي، بس نحنا بسوريا أغلبية العالم بسوريا هيك بحبوا يغلوا القهوة على مزاج يعني، ويقيموا الوش ويزبطوا الفنجان وما بعرف شو هيك. وعلى فكرة أنا بشربها سادة، انتو اكتبوا لي كيف بتحبوا قهوة، وإذا انتو بتشربوا القهوة العربي أو بتحبوا هذا الوش. هلا صراحة أنا ما بتفرق معي بالطعمة، ما بحس فرق إذا فيها وش ولا ما فيها وش، بس يعني أحلى بيطلع بالفنجان إذا كان عليها وش. هلا قبل ما تنزلوا على التعليقات وتسالوني ليش حاطه 4 فناجين، في فنجان الي وفنجان لمحمد وفنجان لعمي ابوه لمحمد وفنجان لامه لمحمد. فهي ما تسالوني. بس هيك عملت روتين صباحي تبعي، لبست اواعي يعني بس هيك فستان طويل، شايفين هيك فستان. هلا حكمل الروتين الصباحي تبعي، بس استخدمت هذا التونر وححط مرطب من ديلي جرينز، كتير عاجبني هذا المرطب لأنه هلا طالعة، فما حعمل مكياج. شايفين حتى ضبيت شعري هيك مضبوب كتير منيح. هلا حاخدكم معي وين أنا رايحة. وبعد هيك وأهم شي بهذا المشوار اللي أنا رايحته، اهم يعني حتى لو مو رايحه هذا المشوار، لو اي شيء اهم شيء لازم تحطوا سان كريم او اللي هو واقي شمسي. حتى لو انتم مو طالعين بالبيت، حتى لو بالشتاء، لو باي وقت، المهم تحطوا واقي شمسي كل يوم الصبح بعد المرطب. فانا الروتين تبعي كثير كثير سهل وكثير بسيط، بس غسول، تونر، مرطب وواقي شمسي هذا الصباحي. اليوم ان شاء الله بس لارجع المساء بنعمل انا وياكم روتين مسائي. فبس حافرد الواقي الشمسي هيك على وشي كله ورقبتي. وهيك صرت جاهزة. هلا طالعة شايفين يعني ما كتير مزبطة حالي لأنه هلا حتعرفوا وين حروح. هلا وصلت، رايحة عند بيت ماما، عندهم مسبح بجنن تابع للبيت تبعهم. يعني هون اللي عايش بأمريكا بيعرف إنه كل البيوت تابع لمسبح، فالمسبح تبعهم بيطير العقل. هلا حاخدكم معي فرجيكم إياه. فهلا أنا وصلت رايحة لعندهم، بالأول غير أوعيي وراجعة. شايفين شلون هيك شعراتي؟ اليوم في مفاجأة ما بعرف إذا حساويها، بس هو مشان هيك صراحة أنا قررت إني أعمل الفلوج اليوم مشان أوثق هاي اللحظة. حتتفاجئوا كثير، خليكم لاخر الفيديو حتى تعرفوا شو حيصير اليوم. وهيك طبعا القعده جاهزه، كنت انا وماما واختي الرسامه هيلين، طبعا اكيد كلياتكم بتعرفوها. ف
فهيك بس فطور سريع وما في كان حدا بالمسبح ابدا ابدا ابدا. شوفوا المسبح شو حلو، انا كثير بحبه هذا المسبح. هلا هون المفاجأة، هون انا هي المفاجأة اللي حتشوفوها بالفيديو، اني انا قررت اني انا اقص شعري وقصيته يعني مو شوي بس كمان مو كتير كتير، يعني أنا كنت حابة أقصر من هيك بس ماما بيقولوا لا إيدها خضرة، يعني لما بتقص شعر حدا فالشعر بيطول بسرعة، وأنا صراحة كتير تعذبت لحتى أقنعت محمد أني أنا قادر أقص شعري، لأنه صراحة كتير داخلي منه وكتير تعبان وكتير كتير في مشاكل يعني، فكتير تعبت لحتى أقنعت محمد أنه خليني أقص شعري لأنه هو حرام ما بيحب الشعر القصير، فما قصرته كتير. وهون كان الرياكشن تبعي بعد ما خلصت ماما، يعني انا عم بطلع على الشعر عم اقول واو، يعني انا متعودة امسك شعري وضل مادة ايدي، يعني انه شعري كان كتير حسه كتير كتير طويل. هاي اول مرة بقص شعري من حوالي 5 أو 6 سنين، هاي اول مرة بقص شعري هيك خليته لهذا الطول، ومشان هذا لبس السباحة اللي لابسته هذا من امازون، طبعا انا كثير بحبه لاني انا بحب يكون يعني مو نص كم ومو كم طويل، والبنطلون تبعه هلا حفرجيكم اياه تحت الركبة، فهذا كثير مهم عندي صراحة وقت السباحة، فما بحب يعني البس المايو او شيء، وما بحب كمان يكون كثير اوفر مسكر لانه انا ماني متحجبة، بس انه هيك ماشي الحال لتحت الركبة بشوي والكنزة هيك، كثير بحبه هذا يعني حتى مع الحمل لساته شغال، معني جايبته مقاس ميديوم وصار له عندي تقريبا سنتين، لا اكثر من سنتين لانه السنه الماضيه ما رحت على المسبح ابدا، من السنه اللي قبلها صار له عندي 3 سنين ولهلا عن جد بجنن بجنن. طبعا هذا اللي عليه مو ستراس ولا اي شيء، بس هيك دق رسم يعني هيك، طبعا بطن كثير كثير كبران، صرت حخلص الشهر السابع يعني، فالسباحه اهم شيء خلال فترة الحمل يعني عن جد أهم شيء، فلهيك هتشوفوني كتير بيجي لعند ماما، إذا بتتابعوا على الانستغرام دائما هتشوفوني دائما عند ماما لأن المسبح تبعهم بجنن. طبعا السباحة بشهادة الدكتورة وشهادة يعني أكترية البنات الحوامل إنه هي أحسن رياضة ممكن تعملوها في فترة الحمل، فأنا عم حاول كتير كتير أعمل سباحة بس ما عم تعب حالي كتير بس شوي. رجعت على البيت حابة افرجيكم شلون طلع شعري، طبعا ما قصرته كتير كتير بس انه يعني ماشي الحال، شيء انه هيك بهذا الشكل شايفين، ما كتير قصير بس انه حسيته كتر وحسيت بين لونه اكتر، مع انه هي شغلة ما بتأثر يعني بس هيك حسيت يعني. انتو خبروني شو رأيكم، هلا حسيته صار اسهل كشغل يعني لانه انا شعري كان كتير تعبان للأسف خلال فترة الحمل، انا اوريدي بتحمم كل يوم اكيد انتم بتعرفوا هذا الشيء، انا كل يوم بتحمم، فخلال فتره الحمل وصار شوب فصرت شوب اكثر، فلدرجه احيانا صرت اتحمم مرتين بالنهار، فشعري انضرب يعني لو شو ما بعمل للعنايه بالشعر بضل مضروب شعري، فلما خلص قررت اني خلص حقصه وحكيت انا ومحمد واتفقنا، كان محمد للاسف ما بيحب الشعر القصير ابدا لهيك ما قصرته اكثر، يعني انا كنت حابه اقصره كمان اكثر بس خلص انه هيك هو حاجه. قولي انت تحت بالتعليقات شو رايكم، حبيتوا شعر طويل؟ هلا اوكي شعر طويل ما حدا بيختلف عليه بتجنن، بس حسيت هذا الشعر هيك كتغيير يعني، وحسيته هيك بيلبق لي شوي انه يكون شعري شوي قصير، ما طبقته كنت حابه كمان طبقه بس ما طبقته، هاي الغره. شغلة تانية حابة أقولكم إياها، نحن اليوم بلشنا جامعة، هلأ اللي مسجل معي بهي الجامعة اللي أنا مسجلة فيها هي أونلاين، بس اليوم بلش أول يوم بالترم، فهلأ عندي دراسة كتير لأنه أوريدي ضاع الوقت، أوريدي هلأ الساعة تقريبا شي 6 وشوي وأنا بكرة عندي شغل وبعد بكرة عندي شغل، فما في دراسة كتير فأوريدي ضاع كتير من وقت اليوم، فلازم هلأ هيك حامل هيك كاسة نسكافيه على رواق واقعد ادرس ان شاء الله. وانتم خبروني اذا انتم عم تدرسوا شو عم تدرسوا، اذا حدا فيكم سجل بالجامعه اللي انا سجلت فيها اللي هي جامعه الناس او University of the People، طبعا هي جامعه حكيت عليها كثير بكثير فيديوهات يعني، بس في فيديو واحد شرحت فيها كل شيء عن هي الجامعه، حاترك لكم اياه تحت بصندوق الوصف اللي لسه ما له عرفان فيها شوفوها لانه عن جد كثير مهمه، هي جامعه امريكيه بس
هلو هلو صبايا، على فكرة صار الفيديو مو بس اقضوا يوم واحد معي، راح نقضي هذا اليوم ونص هذا اليوم، لاني انا امبارح رجعت كتير تعبانة. فاليوم انا عندي دكتور، اول شيء عندي رايحة عند دكتور للبيبي يعني، بس هيك انه اليوم روتين عادي يعني، منشيك على الوزن، منشوف هدول الشغلات ومنشوف البيبي على صحته وكل شيء، وبعدين رايحة على الشغل. فخلوني اتجهز معكم اليوم، معي تقريبا 5 دقايق لازم اكون طالعه من البيت. فرح بلش ما ححط فونديشن، انا عامله الروتين الصباحي تبعي، عامله الغسول، التونر، المرطب، وبعدين حاطه سان كريم. فحاخذ فورا الكونسيلر، هذا كتير بحبه، هذا الكونسيلر. اشوف كيف حجهز حالي ب5 دقايق. بس ححط كونسيلر شوي، بعد هيك رح افرده ب وين الفرشاية تبع الكونسيلر. اوكي حافرده بهاي الفرشاية، شوفوا هاي الفرشاية من ريال تكنيك. بس هيك يعني يعطي رونق شوي للبشرة. على فكرة انا حضلت طول النهار حاطة الماسك، فما بحب حط فاونديشن وحط كتير شغلات بهذا الشكل، شايفين؟ بس شوي رونق بسيط للبشرة. وبعد هيك لازم نعمل الحواجب. هستخدم مسكرة للحواجب من بنفيت، بس تعطي كمان شوية لون، شوفوا بهذا الشكل حواجب معبايين وأردي أصلاً طوال، عرفتوا يعني أنا ما كتير بقصرون، بس هيك تعباية بسيطة، شايفين الفرق؟ بس شوي. خد هذا من تارت، هذا البرونزر، شايفين؟ مع فرشاية هيك بف يعني شوي يعني تكون البودرة، عرفتوا؟ بعدين هنحط مكان ما بدنا نعمل كونتور للوش بشكل كتير خفيف، شايفين؟ انا هطلع فيه لفوق مثل العادة يعني، مثل ما بحط انا الكونتور بالعادة. على فكرة هاي الحركة لحالها بتبينكم حاطين مكياج. انا هحط على الانف هيك بهذا الشكل من الجنوب. خد من نفس هاي البرونزر بفرشاية للعيون وحط شوي على كسرة العين هيك، وطلع نقطة صغيرة لبرا، نقطة ها شوفوا. اخذ بلاش نفس هاي النوع من تارت كمان، مع فرشاية من ريال تكنيك. هاي حمرة خدود بقى يعني، هاي على زهر شوي وهي على بني، سو هيك شوي على الخدود. اوكي هلا اخر شي رح استخدم هاي من اسنس، هاي بتعمل شو اسمه هايلايت، راح احط هايلايتر شوي صغيره كمان. عشان الواحد باين تعبان شوي بالمكياج، عرفتوا؟ زين هون هذا الهايلايت بجنن على فكره، صار لي كثير بحكي عليه، وعلى فكره يعني انه كاستعمال يومي ما بحط غيره. بعد هيك للمسكرة هستخدم هاي من اسنس كمان، هاي كتير كتير بحبها كمان الاستخدام اليومي. افرجيكم اياها شلون حتطلع، شوفوا. هلا اخر شي اللبستك، رح استخدم هدول الاثنين، هدول كتير كتير بحبهم. هذا من ويت اند وايلد، هذا القلم اسمه هدول جربتلكم اياهم مرة على الانستغرام، اسمه 654C، كتير حلو هيك لونه على زهر شوي. بعد هيك رح خفف اللون انه شوي زهر غامق بهاد من ميبلين، هذا رقمه 0، لا هذا رقمه 90، اسمه keep it fun، كتير كتير بحبه هذا كمان، شوفوا هيك بكون جاهزة اطلع. شايفين ميك اب كتير كتير خفيف وسهل وبسيط وسريع كمان.
وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا انا هلا طالعة رايحة على الدكتور بعدين رايحة على الشغل، فما حصور كتير شغلات، بس لازم ينزل هذا الفيديو اليوم. تخيلوا يعني انا صورت هذا الميك اب توتوريال هلا، لازم اعمل له اديتنج هلا على الطريق كون الطريق عندي كتير طويل، وينزل الفيديو تقريبا على الساعة شي 12، هلا الساعة شي 9. المهم إذا حبيتوا هيك نوع من الفيديوهات خبروني تحت. صراحة ما عاد عملت فيديوهات الأسبوعية لأنه كتير بتعذب فيها وما عليها كتير مشاهدات، فلما نرجع إن شاء الله هيك على المشاهدات الأساسية تبعيتنا بنرجع نعمل فيديو الأسبوع. بس خبروني إذا حبيتوا هيك فيديو بكل فترة وفترة، مثلا بعملكم قضوا يوم معي أو بنروح السوق أو بنعمل شغلات هيك يعني فلوج، اكتبوا لي تحت بالتعليقات. بس قبل ما اطلع من الفيديو تنسوا تعملوا سبسكرايب على القناه اللي هو الزر الاحمر تحت الفيديو، اعملوا لايك للفيديو، اعملوا له شير اذا حبيتوا، وكمان لا تنسوا تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، حيكونوا ان شاء الله باخر الفيديو وتحت في صندوق الوصف. بحبكم كتير 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 وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.